من خلق الشمس وأجراها ينتشر على الأرض ضياها. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، واسأل الشهد من حلاك. معدل سرعة النحل من 25 إلى 30 كيلومتر في الساعة. هذا الجهاز، هذا جهاز يسحب الهواء من داخل الخلية، وفيه المكونات منتجات النحلة عبر هذا الهوز. طبعا سبحان الله جميع الأضلاع متساوية، الزوايا متساوية، مهندس عجيب سبحان الله، يعني موزونة الزوايا، موزونة العمق، موزون كل شيء، موزون سبحان الله. هذه كلها بأمر الله، صنع الله لم يتقن كل شيء. نعم. من أسرار النحل وعجائب قدرة الله سبحانه وتعالى في عظيم خلقه. نفسك آيات عظمى بالعين وبالعقل تراها.